اخونا الدكتور عبد الشكور عمل لي تكست مسج بيقول لي 40 ل 45 دقيقة، فهو بيقدمني الوقت قبل من 30 ل 40 دقيقة، فنزل التخفيض 10 دقايق، فأنا عايز أبدأ قبل ما تنزله التخفيض كمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا حمد الشاكرين ونشكرك شكر المستزيدين، ونصلي ونسلم على حبيبنا ومصطفانا المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك ربنا أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ويسر لنا سبل الهدى، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وإذا أردت بخلقك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. حقيقة أيها الإخوة الأحباب، من يوم أن بلغني أخي أبو مهدي وأخونا الدكتور عبد الشكور بهذا اللقاء على إنه حديث عن فلسطين، صحيح؟ احترت بين موضوعين، بين أن أتناول موضوع فلسطين بطريقة مباشرة وسرد تاريخي، وهذه حقيقة لعلنا نحتاج أن نتذكرها من حين لحين، وموضوع آخر نتحدث عن أمر له علاقة بعقيدتنا، وهو قضية الولاء والبراء، وهو من باب أو آخر مرتبط ارتباط كلي وجزئي بقضية فلسطين، بل بكل قضايانا الإسلامية المطروحة على الساحة العربية والإسلامية اليوم. وحقيقة لا أخفيكم سرا، ظللت حائرا بين الأمرين إلى أن أتيت إليكم، فسأل الله أن يوفقني ويلهمني الصواب أن أجمع بين الأمرين. لماذا؟ لأن قضية فلسطين قضية عقدية من المقام في المقام الأول، يعني لا يمكن أن تنفك قضية فلسطين أو أي قضية من القضايا الإسلامية الموجودة على ساحتنا اليوم عن عقيدتنا. يعني في قصور وخلل شديدين في عقيدة الأمة المسلمة اليوم. ولأن موضوع الولاء والبراء هو أصل العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية قائمة على الولاء والبراء، ومن الولاء والبراء نصرة المسلمين، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ماذا تعني الولاية؟ اتفق الذين تحدثوا في عقيدة الإسلام وعرفوا الولاء والبراء إن الولاء أو الولاية معناها النصرة، هذا معنى الاصطلاحي للولاية، إن أنت أن توالي المسلم، أن توالي الله أنت تنصر الله، توالي رسول الله أنت تنصر رسول، مش النصرة وحدها، وإنما النصرة والمحبة والطاعة إلى آخر ذلك من هذه الأمور. فهل نحن ننصر القضايا الإسلامية اليوم؟ الإجابة واضحة، إن الأمة في مجموعها لا تنصر قضايا، الإجابة واضحة إن الأمة لا تنصر قضية فلسطين. قضية فلسطين من القضايا القديمة الحديثة التي لن تنفك الأمة المسلمة في أسفل سافلين ما دامت فلسطين بهذا الشكل وبهذا الوجود، يعني لن تحل عقد الأمة المسلمة ولن تحل مشاكلنا إذا لم نحترم مقدساتنا، وإذا لم نعلي قدر هذه المقدسات، وإذا لم نطهر هذه الأرض من رجس اليهود الفاسقين الغاصبين السارقين النصابين المحتلين للأرض والهاتكين للعرض على مرأى ومسمع من الجميع. وطبعا الملام في المقام الأول حكام تمالأوا على ذلك، وأغنياء وعلماء أقروا الاحتلال الصهيوني على ما يفعله، وسواد الأمة المسلمة ينتظر الراية التي يرفعها الحاكم المسلم أو القائد المسلم حتى يسير وراءه.
تعلمون انه فلسطين الحديث عنها حديث يدمي قلوبنا جميعا. وحقيقة الأمر يا إخواني، الإنسان لما قلب في صفحات التاريخ من حين لآخر يتذكر مآسينا وجراحنا وكثرة هذه الجراح وكثرة هذه الأماكن المثلومة المعيبة المهضومة الجانب، هي كثيرة جدا. يعني تخيلوا، تلا قضية فلسطين عشرات القضايا الإسلامية، بل تكاد تبلغ مئات القضايا الإسلامية، انتهاك لأعراض الأمة ولأرض الأمة ولمقدرات الأمة ولمقدسات الأمة بشكل عجيب وغريب، على حالة من السكوت والرضا من الأمة المسلمة على عمومها، حالة غريبة وعجيبة. يعني لعلنا نتحدث، نذكر زمان الدولة العباسية في أواخر عهدها، لما دخل التتار إلى بغداد وأعملوا السيف والخنجر في رقاب المسلمين وصدورهم، والخليفة العباسي كان مشغول بالحمام الأبلق، وكان يبحث عن حمامتيها في الوقت الذي نثرت فيه جمادم المسلمين أمام قدميه. ودخل السهم التتري، دخل على الخليفة في مجلسه فقتل جارية من اللاتي يرقصن أمامه. هذا يذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، والإمام الطبري في تاريخه، وابن الأثير في الكامل، كل كتب التاريخ مملوءة بهذا. يعني نحن أمة لما تلهت بما بين أيديها من متاع زائل، واخترعت لها ألفاظ وألقاب لكي تتمجد بها، غابت عنها القضايا الكلية للأمة التي يجب أن تشغل نفسها بها. القضية الفلسطينية يعني ده قبل ميلاد المسيح بخمسة آلاف سنة، بعض العلماء المؤرخين أثبتوا أنه البسوسيين كانوا موجودين قبل الكنعانيين، كانوا موجودين في فلسطين وهم عرب، أصل العرب. وأقر بذلك المؤتمر الجزائري الذي أقاموه في أواخر الثمانينات أو التسعينات باعترافهم بالدولة الفلسطينية وأن القدس عاصمة لها. لكن قبل ذلك بكثير، دائما اليهود بيدعوا حق تاريخي. هذا كلام لا ينكر، تاريخ اليهود في فلسطين لا ينكر ولا يجب أن نقابله بالنكران. لكن قبل تاريخ اليهود في فلسطين، اليهود أمروا أن يخرجوا الجبارين من قرية فلسطين، من أرض فلسطين، لما ربنا قال لهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكن قالوا لسيدنا موسى إيه؟ قالوا لا، احنا ما نقدرش ندخل، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طب بالله عليكم، يعني لو هم خرجوا هم يدخلوا يعملوا إيه؟ يعني لو خرج الجبارين الفاسدين اللي هم العرب الكنعانيين اللي كانوا يعيشون في فلسطين، بأي شرف وأي كرامة يدخل اليهود بعد ذلك؟ لكن لما رفضوا قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا، ربنا سبحانه وتعالى أهلك هذا الجيل الجبان الخائر في عقيدته وأخلاقه، وهلكت هذه الأجيال. الجيل الجبان هلك في سيناء، ضرب الله عليهم التيه، وجاء بعد ذلك جيل عقدي من بني إسرائيل، من بني إسرائيل قاد لواءه سيدنا يوشع ابن نون وصي موسى عليه السلام، ودخل وأمسك الله الشمس عن المغيب ليوشع في حديث صحيح، فما غابت حتى أتم الله نصر ليوشع ابن نون. طيب، وماذا بعد ذلك؟ هل استقام اليهود
على دينهم وأطاعوا ربهم؟ لا، اليهود بدلوا وغيروا. يعني اليهود ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم بلاء ما أرسله على غيرهم، لأن رسالة السماء استمرت فيهم قرونا طويلة، وكانوا مصرين كلما خرجوا من مصيبة يعودوا إلى مصيبة أكبر. يعني ما كانت أقدامهم أن تجف من انفلاق البحر لهم حتى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا هم، هذه طبيعة، طبيعة الجنس. لذلك قالوا له إن أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أنت ما فيش من وراء غير شر. قول سيدنا موسى قال لهم بكلام المتوجس الذي تتملكه الريبة من هؤلاء القوم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني وكأن سيدنا موسى عليه السلام يشتم رائحة خيانة وغدر من هؤلاء القوم، وفعلا غدروا بوحي السماء وهموا بقتل سيدنا عيسى وما أفلحوا، وهموا بقتل سيدنا محمد وما أفلحوا، وإن كانوا قد قتلوا من قبله أنبياء، إلا إن هذه طبيعته. استمر الأمر بين التمكين وعدم التمكين. ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم بختنصر قبل الميلاد، هذا قبل الميلاد، ذهب فهزم الفراعنة واستاق اليهود معه إلى أرض بابل أسرى خدم. لذلك اليهود في هذا الوقت فروا إلى الجزيرة العربية. ليه استوطن المسلمين اليهود استوطنوا الجزيرة العربية؟ لأنه بختنصر يعني فعل فيهم أكثر مما فعله هتلر فيهم، وعادوا إلى الله وعرفوا الحق وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فمكن الله لهم مرة ثانية، لكن رجعوا إلى طبيعتهم. فأرسل الله عليهم الرومان، الرومان دخلوا بيت المقدس وقتلوا وأعملوا القتل في اليهود. وهكذا مرة تكون الدولة لهم ومرة تكون عليهم، كلما ابتعدوا عن دين الله كلما جعل الله التمكين لأحد عليه. فكان بختنصر وكان الرومان، وحتى جاء وقت جاء الإسلام وجاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقائد الجيوش كان سيدنا أبو عبيدة. لكن سيدنا عمر لما علم أن من وراء سفره حقن دماء وأن البلد ستفتح بدون دم، الإسلام اللي بيتهم الإسلام بغير ذلك، سافر سيدنا عمر من المدينة إلى بيت المقدس، سافر ليفتح أرضا ويفتح قلوبا، لا ليقتل ولا لأنه متعطش لدماء، ولم يلبس ثياب المرشالات ولا قبعة الفاتحين، إنما ذهب. تروي لنا روايات إنه حتى بعيره خاض أو حماره، على أصح الروايات خاض في بركة من البرك، فنزل عن بعيره وخلع نعله ووضعه تحت إبطه وقاد بعيره حتى مر في بركة الماء. ليه؟ لأنه هو ما هوش مرشال، هو ما كان أبدا لا رئيس ولا غازي ولا شيء من هذا القبيل، إنما أمة الإسلام أمة فاتحة، أمة تستفتح البلاد باسم الله وعلى بركة الله. وسيدنا عمر أبى أن يصلي في كنيسة القيامة مع إنه البطريرك قال له صلي مكانك، صلي حيث أنت، فقال له لا، أخشى أن يراني المسلمون أصلي هنا فيأخذونها منكم عنوة ويقولون هنا صلى عمر، وصلى على مرمى حجر من الكنيسة، أبى أن يصلي في الكنيسة. سبحان الله، المسلمين العرب لو أرادوا أن يكون الشرق الأقصى لهم للإسلام 100% لفعل، لكن
استبقى الإسلام على هذه الديانات صدقة لله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام يقول لك لا إكراه في الدين، فالمسلمين ما أكرهوا أحد على هذا الدين. فجاء سيدنا عمر وفتح بيت المقدس، وهو يأخذ مفاتيح بيت المقدس اشترط عليه النصارى الرومان ألا يساكنهم فيها يهودي، لا يدخلش يهودي إلى بيت المقدس، لأنهم خربوا وبدلوا وغيروا. وظل هنا المسلمين اللي في بيت المقدس، وأقول الإسلام مش العرب، القضية ليست قضية عرب، القضية قضية الإسلام الذي حمل لواءه العرب. فإذا ما غير العرب دينهم، إذا غير العرب الدين، الإمام ابن خلدون المؤرخ وكان من أفضل من وصف العرب، قال العرب قوم لا يصلحهم إلا الدين، لا يصلحهم إلا الدين، ولا يمكنون إلا بهداية السماء. إذا تركوا الدين، أنتم تعلمون تاريخ العرب من غير دين ماذا كان تاريخه، كيف كان ربنا سبحانه وتعالى أنزل الرسالة فيهم، الرسالة لما خالف اليهود وتركوا رسالة السماء وقتلوا الأنبياء وغيروا وبدلوا وأبوا أن يسيروا على النهج، ربنا سبحانه وتعالى استبدل رسالة السماء، فخرجت من بني إسحاق إلى بني إسماعيل عليه السلام، وحمل الراية محمد صلى الله عليه وسلم وأدى رسالته على أكمل وجه، وحمل العرب الراية، حمل العرب راية الإسلام، وظلوا ممكنين في الأرض أكثر من 1000 سنة، تاريخ أكثر من 1000 سنة. سيدنا عمر دخل بيت المقدس سنة 16، وحتى يوم أن ضاعت بيت المقدس وضاعت فلسطين ضاعت لمدة 90 سنة، لما أخذ بيت المقدس بالحملات الصليبية، الحملات الصليبية التي جاءت من أدغال أوروبا، من فيينا ومرورا بالأناضول وإسطنبول وبلاد الشام، دخلوا إلى دمشق ثم إلى فلسطين، وكان جيش الصليبي جيش منهك، أكلوا في طريقهم الميتة وأكلوا أوراق الأشجار وماتوا من الجوع والمرض والتعب، لأنه مشوا مسافات طويلة جدا باسم الصليب. لكن السؤال، أين كانت الدول الإسلامية؟ أين كانت دمشق؟ وأين كانت القاهرة؟ مصر؟ وأين كانت بغداد؟ كان فين المسلمين العرب؟ كانوا نيام. لذلك إحنا نتغنى ونتمجد بأننا مسلمون، صحيح هذا مجد عظيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن تتولوا ويستبدل قوما غيره ثم لا يكون أمثاله. لما ترك العرب دينهم واتبعوا شهواتهم وساروا وراء الدنيا وما فيها من متاع، ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم النصارى، حملات الصليبية استأصلوا الأخضر واليابس ودخلوا فلسطين، دخلوا بيت المقدس وأعملوا السيف وقتلوا 70,000، الله أعلم كم أخذوا من أيام ليقتلوا 70,000، تخيل ناس مسكين سيف وخناجر كما فعل التتار في بغداد، فعل الصليبيون ببيت المقدس وقتلوا المسلمين، 70,000 مسلم قتلوا بين عشية وضحاها، وظل الأمر ممكن في يد النصرانية أو الصليبيين مدة 90 سنة. لكن هل اللي نصر الإسلام بعد كده عربي؟ الذي نصر الإسلام مش عرب، الذي نصر الإسلام رجل كردي، صلاح الدين الذي مكن الله، الذي جاء وعلم، لبس أخلاق عمر، أخلاق الفاتح، مش أخلاق المرشال ولا أخلاق الصولجان ولا هذا ما يجب أن يتعلمه الفاتح المسلم اليوم، أن يوجد فينا حتى في حكامنا اليوم أحد يتخلق بأخلاق عمر أو بأخلاق صلاح الدين. صلاح الدين الذي جمع الغبار، غبار المعارك الإسلامية التي خاضها، وأمر أهله أن يضعوه معه في كفنه كوسال، حتى إذا لقي الله يلقى الله بغبار هذه المعارك ويقول للملائكة قد كنت أجاهد في سبيل الله. لما انتصر
لما نصر الله المسلمين الجيش الإسلامي في حطين، صلاح الدين نزل من على فرسه وخر ساجدا لله سبحانه وتعالى على الأرض. أخلاق الفاتحين، هذه كانت أخلاق الفاتحين. وضاعت بعد ذلك القدس من الأمة المسلمة، وضاعت جهود هذا الرجل وجهود عمر وجهود المسلمين وجهود أبو عبيدة. لماذا؟ لأن المسلمين خانوا رسالتهم وضيعوا دينهم، ولأنه ليس هناك أمة بعد أمة الإسلام، ليس هناك رسول بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى القضية فينا، ستظل فينا. الأمة العربية المسلمة لن تفلح في دينها ولا في دنياها إلا إذا مكنت لهذا الدين في قلوبها قبل حياتها، إلا إذا اعتبرت هذا الدين منهج حياة، إلا إذا اعتبرت المسلم الذي في أقصى الأرض هو أخ للمسلم الذي في أدناه، إلا إذا نصرت من يستنصره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن ينصر بعضنا بعض. الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أنا معايا وقت ولا معاكش؟ بعضهم أولياء بعض. ما هي مظاهر هذه الولاية يا رب؟ اسمعوا جيدا، لأنه القضية خطيرة. ربنا سبحانه وتعالى ما بدأ بالصلاة، ما بدأ بالزكاة ولا بالصيام، وإنما بدأ من حفظ الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خبر أبيض، ما بدأ الله بصلاة؟ ده أهم حاجة عندنا أن احنا نصلي، صح ولا لا؟ أهم حاجة عندنا أن احنا نصوم ونزكي نقيم هذه الأركان. لكن تعرفوا أهم من الصلاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنك تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. أنا مش ممكن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مش ممكن يكون مش مصلي. يعني هي القضية مرتبطة ببعض. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة إيه؟ تنهى. شايفين الولاية لله ورسوله تنهى مين؟ تنهى المصلين. يعني ليس من أخلاق المصلي، ليس من أخلاقك أنت كمصلي، إذا رأيت إنسانا يعتدي على حرمات الله أنت تقول: أنا ماليش دعوة، أنا رايح أصلي ماليش دعوة. هذا ليس من أخلاق الدين، ليس من أخلاقك كمصلي، ليس من دينك، ليس من عقيدتك. فشوف مصيبة الأمة المسلمة اليوم، وهي مصيبة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر فقد تودع منكم، تودع منكم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تخيل أنت تتحدث الآن عن مصلي، إنسان يصلي ويقيم أركان الإسلام لكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، حتى نقف على بليتنا ونعرف مصيبتنا ونوقن بأن الأمة المسلمة ما انحرفت عن الجادة إلا بسبب تركها لهذا الدين. ما تخلفنا وصرنا أذلة، وصرنا نمد أيدينا في كل شيء إلى أعدائنا إلا يوم أن تركنا ديننا. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في وصفه للأمة المسلمة: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن حقيقة الأمر إنه إحنا أعزة على بعضنا أذلة لغير المسلمين ولغير المؤمنين. هذا هو واقع الأمة اليوم. اللي مش مصدق ينظر إلى جيوشنا وينظر إلى حكامنا، وهو كما تكون يولى عليكم. يعني القضية العجينة واحدة. يعني
ولو العجينة مش واحدة لن نقبلها، يعني مش ممكن تخلط الزيت والمية مع بعض. لكن إذا أصبح نوعين من الزيت خلاص كله كل واحد. فهي الأمة المسلمة لابد أن تنتفض لدينها، تنتصر لهذا الدين، تنتصر لهذا الدين في الأمر الصغير قبل الأمر الكبير. أن تعتبر أن الإنسان اللي بيعصي ربنا ده إنسان يخرب حياتك، يخرب دينك، يخرب مجتمعك. لابد أن تنتصر منه بأن تمنعه عن الخطأ، أو أن تصحح له دينه، أو أن تقوده إلى الحق قودا جميلا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مع الحفاظ على الطريقة الإسلامية الصحيحة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذا هو ما يجب أن نفعله، لا لنحرر فلسطين وحدها، وإنما لنحرر أنفسنا من ذل العبودية لغير الله عز وجل. بأن القضية أكبر من فلسطين، القضية أكبر من البوسنة والهرسك التي أبيدت وحاولوا أن يستأصلوا الإسلام فيها في العقد الماضي. القضية أكبر من العراق التي شرد فيها الملايين وأصيب الأكثر من مليون بالسرطان بسبب الأسلحة الفتاكة التي استخدمت. القضية أكبر من بورما، بورما التي يعاني فيها مئات الألوف من الحكم البوذي الوثني الفاسد. القضية أكبر من سوريا، القضية أكبر، القضية فينا، القضية فينا، نحن نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا، وأن يرشدنا إلى الحق والهدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك.